ليوم مش هذا أنا أحمد ربي يعني على البيت وعلى المنطقة حليوة والجيران. من أحسن مناطق اللي في البحرين، منطقة جديدة حديثة وبنيان ما شاء الله. بعد استكمال التوجيه الملكي السامي بتوفير 40,000 وحدة سكنية، نزور اليوم بعدسة الوطن أحد هذه المشاريع، مشروع الرمل الإسكاني الموجود بالقرب من منطقة عالي وسلمبان. جديدة حلوة وأعتبرها من وسط البحرين يعني. منطقة جديدة حديثة وبنيان ما شاء الله، وأنا ساكن بالرفاع ويهني لأن أغلبيتهم كلها ربعي وأقعد يوم. توفقنا في المكان، من أحسن مناطق اللي في البحرين، في كل مكان عندنا المخارج والمداخل. بالنسبة لمنطقة الرملة منطقة حليوة، ليوم مش هذا أنا أحمد ربي يعني على البيت وعلى المنطقة حليوة والجيران. الحمد لله يعني بفضل الله يعني فضل جلالة الملك يعني متميزة في أشياء وايد يعني من ناحية الساعة والغرف الصالة. الحمد لله رب العالمين ان احنا في هاي المنطقة، منطقة سليمة، منطقة نظيفة، الحمد لله رب العالمين. وثاني شيء الخدمات فيها متوفرة وما قصرت البلدية والحكومة ويانا الحمد لله رب العالمين، يعني كل شيء تمام فيها. اشكر حكومتنا وقيادتنا الرشيدة، والله منطقتنا حلوة وما فيها اي شيء. منطقتنا يعني في الرملي اوكي، في وسط البلد صار يعني الحمد لله، والسكان حلو يعني الساكن فيها بعد طيبين.